إذا مشاهدينا الأعزاء تشارك في هذا الشوط نخبة من الهجنة التي حضرت للمشاركة، وبسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد. انطلق مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام في كل مكان في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع ولأحداث هذا السباق وهذا اليوم ثالث أيام المهرجان. أرحب بجميع المشاهدين عبر القنوات الفضائية الناقلة، قناة الريان الفضائية وقناة دبي ريسنج وقناة الدوري والكاس وغيرها من القنوات، وأيضا قناة الواحة الفضائية. وأرحب بالمستمعين عبر أثير الراديو 97.0 و 88.6. مرحبا بالجميع في ميدان الجميع. مشاهدينا الأعزاء، المركز الأول ومن تحتل صدارة الشوط، هنا التقدم في هذه اللحظات من قبل بنتسوغان راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي، ولكن دخول وتسلل من همنولة لسعيد بصغير بن جنون الاكتبي، خطفت المركز الأول الدور دور المركز الثالث، وهنا الشايبة للاهوم بن سعد بن طالب بن شريم المري اختطفت بدورها المركز الثالث الدور دور المركز الرابع، وهنا صخب تعود ملكية صخب لسالم بن راشد بن قدير الاكتبي القادمة من ميدان المرموم للمشاركة هنا على أرضية ميدان التحدي. ننتقل إلى المركز الخامس، وهنا أيضا دخول من طرابلس مروان بن فري بن غانم بن حمودة الظاهري الشعار الاقتصادي قادم للمنافسة في هذا الشوط. أعداد هائلة يا متابعين وشعارات عملاقة تشارك في هذا الشوط في أول أشواط اللقاية، في أقوى أشواط اللقاية في صباح هذا اليوم. نعود إلى مقدمة الشوط، بنت صوغان ما زالت تسيطر على المركز الأول مع بشعار المتحدي راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي، ويتابعها أحد أخطر المضمرين سالم بن سعيد بن منانة حاضر ومتابع لها في هذا الشوط. المركز الثاني التسلل أول نداء، الله الله يا سلام، مراسيل في أول نداء لها في هذا الشوط، عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ومتابعة الدكتور أيضا متابعة الدكتور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي لها في هذا الشوط. خطفت مراسيل المركز الأول، وهذه الرسالة القوية للمشاركين القادمة من ميدان الغربية وهناك من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من مدينة زايد بشعار محمد بن زايد بشعار بو زايد، وأيضا هذا هو شعار عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري القادم على صدارة الشوط. المركز الثاني بن صوغان لراشد بن سعيد بن منانة الاكتبي الدور دور المركز الثالث، وهنا الشايبة لهم بن سعد بن شريم لهم بن سعد بن طالب بن شريم المري على المركز الثالث. أول 3 كيلومترات يا متابعين ما باقي إلا القليل. المركز الرابع هنا جمايل بالفندي بالخميس بالفندي المزروعي في أول نداء أيضا لهذا الشعار ولهذه المشاركة في هذا الشوط. المركز الخامس المتواصلة هنا صخب سالم بن راشد بن غدير الاكتبي القادمة للمشاركة أيضا من مرغم الراعي راعي رحم، فازت معنا في مساء البارحة في مساء البارحة في إحدى الأشواط. عموما وعلى كل حال أيضا دخول أيضا دخول من مشهورة المسلم بالزفنة بمسلم العامري اللي انتقى الشعار إلى المركز الثالث بدوره. المركز الرابع هنا صخب سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، أو هنا على المركز الخامس على المركز الخامس وشعار بالزفنة على المركز الرابع ومراسيل على المركز الأول في هذا النداء الأول. يا سلام مراسيل عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري أبناء الغربية حاضرين حاضرين معنا في هذا اليوم، وهذا الشعار الذي دائما وابدا يكون له حضور ويكون أيضا من المنافسين الأقوياء بل من الأبطال لانتزاع الأشواط الأولى دائما وابدا في كل مكان في كل مكان نجد لشعار بو زايد اسم وعنوان. هذه مراسيل بشعار الإعصار الغربي بشعار الإعصار الغربي على الهواء مباشرة تقود زمام الأمور 2 كيلومتر. يا محمود الوهيبي يا من تقود وتتابع انطلاقة مراسيل، هذه مراسيل
على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول المركز الثاني والشعار القادم مشهورة، مسلم بالزفنة بن مسلم العفاري، أيضا العامري 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 القادم من العين للمشاركة في هذا اليوم. المركز الثالث أبناء زعبيل القادمين هنا مع بن صوغان راشد بن سعيد بن منان الاكتبي. المركز الرابع أول نداء، أول نداء لهذه المشاركة الشاهينية لخليفة بن سلطان الضابط، تتسلل على المركز الرابع، وأيضا مشاركة هل الخريب، صخب 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 أبناء مرقم قادمين، مرغم مرغم على المركز الخامس، هنا صخب سالم بن راشد بن غدير الاكتبي. أعود إلى مقدمة الشوط 1500 متر، وحتى هذه اللحظات الأمور زينة، الأمور زينة مع أهل الغربية، مضبوطة الأمور يا محمود، مضبوطة في هذا الشوط، يا سلام مضبوطة يا عامر بن محمد بن زايد بن خلبان المنصور، يا سلام. ولكن الله الشاهينية، الشاهينية وصخب، الشاهينية وصخب، هل الخريب قادمين يقودون المنطلقين من الخلف، يا سلام. الشاهينية لخليفة بن سلطان بن ضابط الضابط على المركز الثاني 1200 متر، وانطلقت متابعينا الأعزاء مراسيل 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 لترسل تحذير للمشاركين في هذا الشوط، وتقول بأنها موجودة على الصدارة، ونحن موجودون في هذا المهرجان وعلى صدارة المهرجان. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المدير، انطلقت مشهورة وتحركت صخب، وتحركت صخب بشعار بن غدير على المركز الثالث، والمركز الرابع هنا شعار بن منانة المتحدي أيضا يقدم لنا اسم في المركز الرابع. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، مراسيل 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 يا سيدة الموقف، مراسيل مع المركز الأول، غربي هذا الشوط، غربي غربي، أم شحاني أم إلى المرغم هناك، أم إلى أبناء مرغم، ولكن ولكن أبناء الغربية، أبناء الغربية يا سلوب، غربي يا متابعين، غربي هذا الشوط، غربي غربي مع مراسيل، والرسالة القوية التي يرسلها عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري للمشاركين في هذا اليوم، في هذا اليوم أول أشواط اللقاية، أقوى أشواط اللقاية، واستهداف الشوط الأول. الله، والعصا قوس، والعصا قوس بدون أي تعليمات تذكر 300 متر. مشكور يا الدكتور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على تقديم مراسيل بهذا المستوى، بهذا المستوى، وعلى متابعة الشعار أو شعار الإعصار الغربي. تهانينا للأبناء الغربية، سلام مدينة زايد، سلام، تهانينا والناموس لعامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على الفوز وعلى اختطاف أول أشواط اللقاية في هذا المهرجان، لحظات الوصول، تهانينا والناموس دون أي تعليمات تذكر. المركز الثاني صخب سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، المركز الثالث الشاهينية لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري، المركز الرابع اسعفه لفاران بن عتيق بن قرع المري، المركز الخامس سلهوده لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى وجوائزنا النقدية القيمة للعشر المراكز. إذن شهدنا حضور عمالقة المضمرين في هذا الصباح، شعار عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وشعار أيضا سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، وأيضا شعار بن منانة في صباح هذا اليوم، وغيرها من الشعارات الحاضرة. إذن دون أي تعليمات تصل مراسيل إلى خط النهاية، 7 دقائق 55 ثانية، 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعامر بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز، والتهاني أيضا للمضمر القدير محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا لأبناء الغربية على هذا الفوز وعلى هذا الانتزاع لأول أشواط اللقاية. المركز الثاني صخب 7:59 من الثانية هو التوقيت. تهانينا والناموس سالم بن راشد بن غدير المكتبي، مشهورة تصل ثالثة في هذا الشوط بتوقيت 7:59 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لأبناء الخريب، وتهاني لخليفة بن سلطان بن ضابط الدوسري.